بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طلابنا دكاترتنا ان شاء الله اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا خير. النهاردة بإذن الملك سبحانه وتعالى هنبدأ structural support. خدنا الفيديو الاخير physiological support، اتكلمنا عن انها دعامة مؤقتة يعني temporary as it depends on absorption of water، بتعتمد على امتصاص المية. طيب قلنا ان المية دي بتخش جوه organel اسمه vacuole، والvacuole دي لما بيخش جواها الووتر حاجتين بيزيدوا، السايز والبريشر، الحجم والضغط. طب والضغط ده له اسم، اسمه تيرجر بريجر، ضغط الامتلاء. طب والضغط ده اتجاهه لبره اوتسايد بيضغط على بروتوبلازم. طب والبروتوبلازم يضغط على السيل ميمبرين، والسيل ميمبرين يضغط على السيل وول، الخليه تبقى ترجد. طيب وحضرتك الترجر بريشر ده بيقابله ايه؟ وول بريشر، عشان كده الخليه النباتيه بتفضل منتفخه. اما لو كانت انيمال سيل مفيش حاجه اسمها سيل وول، يبقى مفيش ريزيستنس للترجر بريشر، فبيحصل لها سويلز ذن بيرست. النهارده باذن الله بنتكلم عن استراكشرال سبورت، دعامه تركيبيه. يبقى تارجتنا النهارده في الفيديو استراكشرال سبورت، دعامه تركيبيه permanent دائمة، يعني تعتمد على deposition، ترسيب. ترسيب مين؟ solid substances يعني مواد صلبة. بتترسب على ايه؟ بتترسب على السيل وول or some parts of it. تترسب مواد صلبة على الجدار الخلوي او بعض اجزائه. يبقى ربنا يحفظك. التايتل مهم، تارجتك النهارده مين؟ استراكشر سبورت. بتعتمد على ايه؟ ديبوزيشن، ترسيب ايه؟ سوليد سبستانسز، على ايه؟ على السيل وول اور سم بارتس اوف ات. طب ايه هم الاربع مواد دول؟ هنشتغل على اربع مواد انت عارفهم، سيلولوز، كيوتين، لجنين، سيوبرين. طب ايه فايده كل واحده وايه خصائص كل واحده ومكانها ايه؟ ده اللي هنعرفه مع بعض بالتفصيل. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سمي الله، يلا بينا نبدا مع بعض. بيقول لي كده structural support، دعامه تركيبيه. It is a support that affects، تؤثر. اهم حاجه ربنا يحفظك، شد لي عليها بقى كده جامد، سيل وول، الجدار الخلوي، or some parts of it، او بعض اجزائه. طيب ليه حصل strong substances، بعض المواد الصلبه القويه deposit on the plant cell walls، تترسب على جدر الخلايا النباتية or some parts of it، لتلات اهداف ربنا يحفظك. واحد، increase the ability of external cells، زيادة قدرة الخلايا الخارجية to protect internal tissues، نقولها ببساطة اللي بره يحمي اللي جوه، الخلايا الخارجية تحمي الداخلية. ثاني هدف، prevent loss of water، prevent loss of water from inner، ده أهم حاجة المية، أمنع خروجها. ثلاثة، acquires toxin the cell with hardness، صلابة and strength، تقوية، تقوية، يعني support the plant. يبقى حبيب قلبي ربنا يحفظك، structural support رد عليا، temporary ولا permanent؟ permanent as it depends on deposition، ترسيب مين؟ solid substance، بترسبها على ايه؟ السيل وول او بعض اجزاء some parts of it. ليه؟ لتلات اسباب، سمعك، اللي بره يحمي اللي جوه، الاكسترنال بروتكت الانترنال. طيب وبريفنت لوس اوف ووتر واكواير ذا سيل ويز هاردنس اند سترينث. نبدا بقى نفرد كل الكلام دوت وركز معايا يا حبيب قلبي ربنا يحفظك. أول حاجة increasing the thickness، زيادة سمك، epidermal cell walls، خلايا أو جدر خلايا البشرة especially the outer cells of them. الله، هي في epidermal cells فوق؟ قال لي آه. طب وكلمة epidermal cells دي، كلمة epidermis معناها البشرة. طب وحضرتك البشرة ديت بتكون فين؟ في ثلاث أجزاء في النبات، عايزك بقى تصحصح لي ربنا يحفظك. أول حاجة مين؟ روت. إيه ده؟ هو الروت له إبيديرمس؟ أيوه راجل طيب، خدناها مع بعض في ثانية ثانوي، كان بيبقى فيه بليفيريوس لير اللي هي الإبيديرمس وبيطلع منها آن إكستنشن اسمه روت هير. طب وبعد كده خدنا في حاجة اسمها الكورتكس، الكورتكس جميل، وبعد كده هنشوفها دلوقتي في حاجة اسمها الإندوديرمس لغاية ما توصل للظهر.
السايلنت. طب وحضرتك ينفع بقى بالله عليك ينفع الروت هير الاوتر لاير دي ينفع نحط عليها لاير اوف كيوتين؟ قال لي لا يا مستر مستحيل، لان الكيوتين ده ماله؟ ده راجل امبرميابل، ده غير منفذ، واحنا عايزين نعمل ابزوربشن اوف ووتر اند مينرال سولتس، يبقى الكيوتين نوت كفر ابيديرمز اوف روت. طب ولسه كمان في روت لمين يا مستر ابراهيم؟ قال لي والله تعالى كده ده في روت لحاجه اسمها الستيم. ايه ده ايه ده؟ الثانيه ثانوي؟ one row of adjacent barrel shape، بجد اسمها epidermis parenchyma. يبقى كل ده one row of adjacent خليه parenchyma عملت لي طبقه اسمها epidermis، وانا عايز البرانكايما دي خلي بالك منها. طب ودي نعمل لها ايه؟ لا لا ده احنا عايزين دي نعمل لها سكند، نعمل لها كفرد ويز. ايوه لا دي كفرد ويز كيوتين تاني، كفرد ويز ايه؟ كيوتين تو ريديوس لوس اوف ووتر. طب وفي ايبيديرمس ثانيه؟ في ايبيديرمس ثانيه لمين يا مستر ابراهيم؟ ودي بقى عليها شغل جامد خلي بالك، اللي هي الليف. الله الورقة؟ ايوه يا سيدي الفاضل، خدنا تركيب الورقة في تانية ثانوي، ركز بقى معايا عشان عايزها. One upper epidermis اهي نفس الكلام، upper epidermis one row of adjacent barrel shape، يبقى دي كده حبيب قلبي مستر ابراهيم upper epidermis، ركز معايا تحتها مين؟ باليسيد. ايه ده وانت بتشرح دي ليه؟ سبورت مع اميونيتي بقى النهارده، انت اصلا بتدرس الاميونيتي وخدت الجزء دوت، يبقى لازم نركز فيه. ده كده اسمه باليسيد، والرسمه دي جت في امتحان ثانويه عامه. طب امال ده مستر ابراهيم اللي تحتها؟ ده انا ما كنتش بذاكر. ما يهمكش هنفكرك بكل حاجه، الاسبونجي لاير جميل، وتحت بقى ادي كده اللور ايبيديرمس، خلي بالك ان دي جارد سيل ودي كده حضرتك جارد سيل وبقيتها اهوت، وحضرتك قلنا كده ان في كيوتين ما عدا الاستوما لور ايبيديرمس كده تمام. طيب حضرتك في الابر ايبيديرمس كفرد ويز كيوتين، يبقى نجيب كده الابر واللور ايبيديرمس، ادي الابر ايبيديرمس كفرد ويز كيوتين. طب ونفس الكلام اللور كفرد ويز كيوتين ما عدا الاستوما اللي شرحناها الحصه اللي فاتت، جاسس اكستشينج وترانسبايريشن. طب وانت شرحت دي ليه بالذات؟ قال لي حضرتك ده الكيوتين. الله الكيوتين ده اللي بيعمل ايه في المناعه؟ واكسي لير. انت هتشرح يا عم تريكات السبورت ولا الاميونيتي؟ الاثنين، ركز بقى حضرتك. الكيوتين دوت ماده هيدروفوبيك يعني كارهه للميه. طب حضرتك دلوقتي حالا ادي الورقه، وحضرتك ادي طبقه الواكسي لير. طب حضرتك الواكسي لير الميه، لو انا جبت كده شويه ميه رشيتهم على نبات، الميه دي هتحصل لها doesn't settle on، هتتزحلق. طب حضرتك كان مين مستني على الورقه هنا؟ كان حاجه اسمها فانجاي. ايه ده فطريات؟ ايوه كان في فطريات عايزه تعمل جيرمينيشن يعني جروس، مش هيبقى فيه فرصه. طب وكان في مين؟ بكتيريا عايزه تعمل ايه؟ ريبرودكشن، مش هتبقى. يبقى الميديم فور جروس اوف فانجاي وريبرودكشن اوف بكتيريا نوت افيلابل. يبقى الراجل ده بيساعد في ايه؟ في حاجه اسمها استراكشرال ام يونيتي. ايوه ايوه كده يا مستر ابراهيم، يبقى الواكس لاير ديت ليها دور في الاستراكشرال اميونيتي. طب ليه؟ لانها بتتعامل مع الووتر. طب والووتر دوت يحصل له ايه؟ دازنت سيتل اون، يتزحلق. طب لما الميه تتزحلق اللي كان مستنيها الفنجاي عايزه تكبر، عايزه تعمل جيرمينيشن، مفيش جيرمينيشن. طب والبكتيريا عايزه تعمل ريبرودكشن، مفيش ريبرودكشن، يبقى دي وظيفه مناعيه. انت راجل بدارس السبورت في البلانت نوعين، يا بايو كيميكال يا استراكشر، يبقى دي استراكشر. بس عايز اسالك سؤال، الاستراكشرال اميونيتي اللي لعبها الواكس لاير ده دايركت رول ولا اندايركت رول؟ يعني دور مباشر ولا غير مباشر في المناعه التركيبيه؟ انا سامعك، احنا اتفقنا ان احنا هناخد مع بعض في الفيديو بحيث ان احنا نوصل لاكبر كم من الفهم باذن الله نقدر نحل بيه الاسئله. سمعتك ما شاء الله عليك، ايوه كده يا راجل طيب. نوعها مستر ابراهيم ان دايركت رول، يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي حالا كواكسي لاير، هل انا اتعاملت مع الباثوجينز ولا اتعاملت مع الميه؟
اتعاملت مع المية. طب والباسوجين هو اللي مقدرش يعيش، يبقى دور الواكسي لير اندايركت رول يعني دور غير مباشر في الاستراكشرة. طب وليها دور كمان في ايه يا مستر ابراهيم؟ ليها دور كمان في السبورت. لا تاني، ليها دور في عملية الايه؟ السبورت. بتعمل سبورت ازاي؟ تعال نشوف كده. ادي ديبوزيشن ترسيب، يبقى ده يا مستر ابراهيم اسمه استراكشرال سبورت، دعامة تركيبية. طب ودعامة تركيبية نتيجة الترسيب، يبقى ده اسمه دايركت رول، دور مباشر. طب ودلوقتي لما انا عملت عملية كفرنج للإبيديرمس بمادة غير منفذة للمية، اخبار الخلية دي حية وبقت ترجت، بقت خلية منتفخة، يبقى احتفظت بالمية، ده بقت كده اسمها فيسيولوجيكال سبورت. طب والفيسيولوجيكال سبورت دي دورها ايه؟ ده دور غير مباشر، وحليناها في الاسئله بتاعت الثانويه العامه في الفيديو اللي فات، ان دايركت رول. يبقى انا عايزك لعيب الواكس لاير اللي هو الكيوتين، حضرتك ده دوره سبورت ولا اميونيتي؟ تقول لي الاثنين. اقول لك طب الاميونيتي استراكشرال ولا بايوكيميكال؟ تقول لي استراكشرال. طب اقول لك اني استراكشرال دول بري اكزيستنج ولا انديوس؟ تقول لي بري اكزيستنج. اقول لك طيب حضرتك دورها دايركت ولا اندايركت؟ هتقول لي اندايركت. اقول لك ليه؟ تقول لي اتعاملت مع الميه، ما اتعاملتش مع الفنجاي ولا البكتيريا اللي هي باثوجينز. طيب دورها ايه كمان في السبورت؟ تقول لي اتنين، فيسيولوجيكال واستراكشرال. بس مين الاساس؟ الاستراكشرال. ليه؟ لانه ديبوزيشن ترسيب على الجدار من بره، خلي بالك من الحته دي، خارجي مش على الخليه كلها، والا كانت بقت نون ليفنج، هشرحها لك دلوقتي مع الكورك ليه. طيب وبعد كده قلنا ان في دايركت رول للسبورت في الاستراكشر، امال دورها في الفيسيولوجيكال؟ ما انا لما منعت فقد المياه الخليه بتاعت البشره بقت ترجد التين ووتر، محتفظه بالمياه، وده خلاها ترجد، ولما تبقى ترجد يبقى فيسيولوجيكال، بس ده دور اندايركت. يبقى كده احنا رجعنا الاثنين، سبورت مع اميونيتي. الكيوتين الواكس لاير كيوتيكال واكس بيكون استراكشرال اميونيتي اندايركت، الاستراكشرال سبورت دايركت، والفيسيولوجيكال سبورت اندايركت. ايه كمان؟ قال لي ديبوزيشن اوف كيوتين، ايوه كده، سبستانس اللي هو برميابل ولا امبرميابل؟ امبرميابل للووتر، خصوصا لسه شرحينها الكومون سبستانس بتوين فيسيولوجيكال واستراكشرال، يبقى ماده مشتركه ما بين الفيسيولوجيكال والاستراكشرال، بالله ما تنساها، كيوتين بلاي اكومون رول، دور مشترك ما بين الاستراكشرال، بالله عليك ما تغلط، قول لي الاستراكشرال ده دايركت ولا اندايركت؟ الله يبارك لك يا رب، دايركت. وفيسيولوجيكال لا لا لا، ده دورها ان دايركت. سبورت بلانت ان بلانت وير ديبوزيتد، يعني اترسبت على الابيديرمال سيل وول، سو ذات از بروفايدز ذم ويز، اهو ده يبقى دور مباشر، بقول لك دي استراكشرال عشان هي عملت ديبوزيشن على الابيديرمال، يبقى ده استراكشرال سبورت، ده دور مباشر. وكمان از ويل از ات بريفنتس، بتمنع السيلز فروم لوزينج ووتر ويتش مينتينز، تحافظ على فيسيولوجيكال، يبقى الدور الغير مباشر. ايه كمان؟ قال لي بص دي مهمه جدا السلايد دي، ركز فيها قوي بقى، ديبوزيشن ترسيب سيليلوز اورليجنين. طب والسيلوز ده؟ لا ده انا عارف راجل امين وطيب، بيرميابل، مادة منفذة للمية. اما اللجنين لا لا، ده راجل غشيم، ام بيرميابل. طيب بيترسب فين؟ برضو اون سيلوز اور اون سام بارتس اوف هيم، زي مين؟ كولين قايمة. ومين كمان؟ اسكيلرين قايمة. زي مين الاسكيلرين قايمة؟ فايبرز وستون سيلز. ليه؟ ايه فايدة السيلوز والجنين؟ ربنا يحفظك بقى. السيلولوز واللجنين ريسبونسبل فور هاردنس اند سترينث، ربنا يحفظك، ربنا يكرمك. السيلولوز واللجنين صلابه وقوه، صلابه وقوه. اما الكيوتين والسيوبرين امبرميابل، امبرميابل فور ووتر، يبقى عشان خاطري
طب يا مستر ايه الفرق بين الكيوتين والسيلوز مع ان ده بيغطي البشرة وده موجود في الكوركلير؟ اديني التيتين وانا اشرحها لك. انما انا عايز مين اللي بيدي صلابة دلوقتي؟ اتنين، سيلوز والجنين acquires the zim with hardness صلابة وسترينث where the site of the presence of these cells and their distribution support. تعال نشوف كده. الاول خلص الموضوع كان اسمه Oval or round cell with thin wall، شرحناها في الفيديو اللي فات. الجدار رقيق thin وإلاستيك زي الأستيك. يبقى دي يا حبيب قلب مستر إبراهيم بارينكايما. جميل. طب والبارينكايما دي هنديها ايه؟ هنديها سيليلوز. طب نديها مستر كده بعد اذنك سيليلوز. يلا نديها سيليلوز. يلا يا سيليلوز وريني الاول كانت عامله ازاي. قال لي والله شكلها بقى سموات ريكتانجلر وليها شكل تاني هوريه لك كده. وبدانا نعمل لها ديبوزيشن بالسيليلوز اهو اهو في الكورنرز بتاعتها، في الكورنرز بتاعتها كده سعادتك. ربنا يخليك ركز في الرسومات، الله يكرمك كده. يبقى ده السيليلوز في الكورنرز. في الحاله دي بقى اسمها ايه؟ كولينكايما. اخبارها ايه كولينكايما؟ الاستيك زي الاستيك. ساق البقدونس البارسلي الاستيك زي الاستيك. البيتيولز اوف ليفز اعماق الاوراق الاستيك زي الاستيك. كل ده عباره عن كولينكايما. طب يا مستر ابراهيم لو ادينا لها لجنين، اللجنين امبرميابل. طب تعالى نديها لجنين. منين يا مستر ابراهيم؟ قال لي اللجنين دايما بيكون فروم انسايد، يعني بيكون من الداخل. وده ماده ايه؟ ماده غشيمه. ايه ده؟ ايه ده؟ فروم انسايد. قال لي فروم انسايد. يبقى يا مستر ابراهيم ده لجنين in addition to سيليلوز. يبقى حضرتك ده كده اسكيلي رينكايما. ايه ده؟ ده ماده غير منفذه. ايوه امبرميابل. ده ماده غير منفذه حوطت على البروتوبلازم. الله يعوض عليكي. نون ليفينج سيلز. يبقى حضرتك دي هارد تيشو. يبقى النسيج الصلب، النسيج الصلب سترونجست اقوى. اقوى بقى سبورت ولا اميونيتي؟ الاثنين يا مستر. دي سترونجست فيه سبورت وكمان ديفيكلت تو بي بينتريتد. يبقى كمان اميونيتي ومناعه. طب امثلتها ايه؟ اتنين. مين؟ فايبرز. يا فايبرز اشكالك ايه لو جات لي؟ ايه قالت لي ادي في حاجه كده اسمها فايبرز. ومين كمان؟ ادي الستون سيلز. طب بتبقى عامله ازاي؟ ادي سيد الفاضل حاجه اسمها ستون سيلز وادي الديبوزيشن. يبقى هو الموضوع تراكمي. حبيبه قلبي الرقيقه بارينكايما الول سن والاستيك وكونتين انتر سيلر سبيسز وكونتين وان بيج فاكيول اور مور وفيها نيوكليوس ومزاجها زي الفل مفيش ديبوزيشن، يبقى فيسيولوجيكال بس. طب وسعادتك ادينا لها سيليلوز، ده راجل طيب بيرميابل، يبقى دي كده تسمح بالميه تمام، ودي كمان فيها فاكيول وهنشوفها دلوقتي. يبقى دي فيها الاثنين استراكشرال ديبوزيشن وجواها فاكيول ليفنج. يبقى دي كده فيها الاثنين فيسيولوجيكال واستراكشرال. امال الجنين فروم انسايد ديبوزيشن خلاها نون ليفنج، يبقى دي ما فيهاش الا استراكشرال بس. يبقى حضرتك الرسمه ادي الاوفر اول، ادي كده ريكتانجلر شيب اكنها كده سام واتر ريكتانجلر عامله زي الطوب وفيها سيليلوز بس، يبقى كولينكايما. طب حضرتك في سيليلوز وكمان ان اديشن اهو ده الاصل جوه اهو ده كده اللجنين، يبقى ده حضرتك كده سكيلرينكايما وامثلتها. طيب بيقول لي بقى خلي بالك النونس، ربنا يخليك. The presence of كولينكايما ماله؟ increases in leaf petioles اعناق الاوراق. يبقى ده حضرتك الورقه، الله يبارك لك اهي، دي كده ورقه ودي كده اسمها leaf petiole عنق الورقه. يبقى عنق الورقه ده ما ينفعش يكون صلب، مع اي رياح شديده او امطار يتكسر لازم يكون الاستيك زي الاستيك. طب مين اللي فيه الاستيسيتي؟ هو ده هو كولينكايما. طب وبريزنس اوف ذا بريزنس اوف سكيلرينكايما ده ماله؟ انكريسز ان اكسترنال كودز الغشاء الخارجي للسيدز. ايوه يا مستر ريم ده انا بذاكر.
ريبرودكشن، انت بتدخلنا ببعض يا عم. انا براجع معاك ربنا يحفظك. فاكر كده اندوسبيرميك واكس اندوسبيرميك سيدز، مين اللي كان الاوفيول انتجومنتس هاردن الاغلفه بتاعت البويضه تصلبت في الاندوسبيرميك ولا الاكس اندوسبيرميك؟ ايوه كده محترم ما شاء الله عليك، في الاكس اندوسبيرميك اللي هي مونوكوتوليدونز ولا دايكوتوليدونز؟ ايوه كده الدايكوتوليدونز. طب زي مين؟ الله يكرمك يا مستر ابراهيم، نراجع كده. ايوه البين، الفول. يبقى القشره بتاعت الفول دي هي الاوفيول وول او الانتجومنت الاغلفه بتاعتها حصلها هاردن تصلبت، ومش شرط ممكن تكون المكسرات، ممكن تكون زي قشره اللوز زي قشره البوندو، كل دي عباره عن سكيلرين قايمه. سكيلرين قايمه، قال لي يا مستر السيد اند هارد كوت. ايوه يبقى اكسترنال كوت وهارد كوت اوف ناتس المكسرات. هذه الناتس امونز ان اديشن اتس بريزنس ان ذا تيشو اوف سام فروتس البيرز الكوميت، وحليناها في السؤال في المره اللي فاتت. يبقى ده كده هاردنس اند سترينس. بالله عليك ما تغلط، كولين قايمه وسكيلرين قايمه، يبقى سيلوز والجنين. يبقى مين اللي بيدي خلايا النبات القوه؟ الله يبارك لك، سيلوز والجنين. امال بقى الكيوتين والسيوبرين؟ تعال نشوف الاول الثلاثه تيشوز طول عشان لما يجي لك الرسمه تبقى انت مزاجك حلو. بارين قايمه، الله يبارك لك، اوفال اور راوند، ايوه جميله. الول سن والاستيك حلو، وجواها وان بيج فاكيول اور مور ونيوكليس واورجنز، ومزاجها فول. سن برايمري سيلول اللي هو مين لي ميد اب اوف سيلولوز، مفيش ديبوزيشن مفيش ترسيب، خلاص تبقى فيسيولوجيكال. امال حضرتك هنا كولين قايمه، الكولين قايمه. قال لي لا لا لا، بص يا مستر ابراهيم، في ديبوزيشن في ديبوزيشن في ديبوزيشن في الكورنرز، في ديبوزيشن ديبوزيشن في الكورنرز، في ديبوزيشن ديبوزيشن في الكورنرز، في ديبوزيشن اهي سكند كورنرز. كل اللي انا بشاور عليه ده عباره عن سيليلوز. بس خلي بالك دي رسمه جت، ايه دي ايه دي؟ ده جواها فاكيول. ايه ده؟ جواها فاكيول، جواها فاكيول وفي بروتوبلازم. لا 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 لا، دي ليفنج دي ولا ايه؟ اه طب بس الاصل بقى حضرتك ده جواها ايه؟ ستراكشر، ده فيها ديبوزيشن، يبقى ده كده ستراكشر سيلولوز. وبعد كده ده فيها فاكيول وبتشرب ميه وبيعدنها الميه، يبقى فيسيولوجيكال. يبقى الكولين قايمه كاركترايزد باي الفيسيولوجيكال والاستراكشرال. الاستراكشرال عشان في ديبوزيشن، طب بس ديبوزيشن من مين؟ سيلولوز الامير بيعدي الميه، يبقى بقت ترجد، يبقى فيسيولوجيكال. امال سكيلرين قايمه؟ قال لي لا يا مستر، غير البرايمري وول في سكندري سيل وول. طب وده واخد ايه؟ ده واخد من جوه لجنين. طب وامثلته ايه؟ اتنين فايبرز وكمان ستون سيلز، يبقى في فايبر وستون سيل. طب ودي نوعها ايه؟ استراكشرال بس لانها نون ليفنج، واحنا عايزين عشان يبقى فيسيولوجيكال يبقى فيه ليفنج وفي فاكيول وفي سيل ممبرين وفي بروتوبلازم يضغط عليه، يبقى كده استراكشرال بس. تعال بقى نشوف اللي انت محتاجها. ذا بلانت سراوند اتسيلف وذ ا لاير اوف ووتر امبرميبل كورك سيلز، خلايا الفلين. ايه الفلين ده؟ قال لي الفلين ده جواه ديبوزيشن اسمه سيوبرين. سيوبرين سيوبرين سبستانس حصل لها ديبوزيت الترسيب. ايه حكايه نشاه الكورك اصلا؟ نرجع لتانية ثانوي، كنا خدنا الترانسفيرس سيكشن في الستيم حضرتك، وقلنا كده ان في اوتر ابيديرمس، وقلنا ان في كورتكس، وبعد كده في باندلز 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 تراينجلر، البيز بتاعتها اوت وورد، البيز بتاعتها اوت وورد، قلناها متقسمه لثلاثه. طب يا مستر ابراهيم نكبرها هنا كده ونشوفها. الاوتر دي كان اسمها فلويم حلو، واللي جوه دي اسمها زايلم حلوين. امال ده هو بقى اسمه ايه؟ كامبيم. ايه ده؟ اسيج الكامبيوم ميريستيماتيك سيلز، يعني خلايا نشطه، خلايا الاوليه في النبات النشطه اللي بتكون بعد كده بقى البيرمننت بارينكايما وكولينكايما وسكيلينكايما وزايلم وفلويم، هي دي الاساس. طب وحضرتك الميريستيماتيك سيلز الخلايا النشطه دي بتعمل ديفيجن ديفيجن ديفيجن، يعني بتزود السيكنس اوف ستيم. طب حضرتك دلوقتي هات كده التيشيرت بتاعك بتاع خمسه ابتدائي اللي انت محتفظ بيه للذكريات، وحاول ان انت تلبسه.
هيتقطع. او نفس الكلام كل ما السكنس بتاع الستيم بيزيد بيحصل عملية كراكس تشققات قطع قطع قطع. طب ما القطع ده بقى ممكن يخش منه باسوجين. ايه ده؟ النبات يكون حاجة اسمها كورك، عشان كده بيسموه كورك كامبيوم. يبقى طبقة الكورك دي يا مستر ابراهيم حامت النبات، ده بلانت ولا سبورت ولا اميونيتي؟ الاثنين. في السبورت استراكشرال، طب وفي الاميونيتي استراكشرال اميونيتي انديوس، عشان في حصل كات. طب حضرتك لما يحصل كاتنج النبات بيكون كورك لير عشان يعمل ايسوليت للاريا اكسبوزد تو كات عشان يمنع بريفنت انتري. يبقى الكورك ده حضرتك في الاثنين. نفس الكلام سبورت، الله يبارك لك، وكمان اميونيتي. طيب اني سبورت استراكشرال، ايوه مفيش فيسيولوجيكال، لا خلايا ميته واقول لك ليه، واميونيتي برضو استراكشرال بس مالها انديوزد نتيجه للاصابه. طب تعالى بقى فهمنا يا مستر ابراهيم، انت قلت لي ان السيوبرين امبرميابل والكيوتين امبرميابل، ايه الفرق يا ربنا يخليك؟ صليتوا بينا على النبي، عايزك ترسم بقى الرسمه دي عندك. ادي بلانت سيل اهي، دي كده بلانت سيل، ايوه كده. طب ده مين ده يا مستر ابراهيم؟ ده حبيبنا الاوتر بروتكشن، ده سعادتك بتذاكر اليومين دول مناعه ومزاجك حلو، يبقى اسمه سيل وول. بالله عليك عايز اعرف بقى السيوبرين دوت مترصف فين في طبقه الكورك لير، اوت سايد ولا ان سايد؟ ربنا يخليك اهو يا عم، اهو يا عم، عشان بقى ايه ما تزعلش نفسك. يبقى هي الخلايا خارجية اه، ولكن الديبوزيشن فروم انسايد سيوبرين اهو يا معلم جوه. يبقى ده الراجل ده مادة امبرميابل، حوضت الخلية من جوه، بقت الخلية دي مالها نون ليفينج. طب وده مين؟ ده ست سعادتك كده عبارة عن، وده مين؟ ادي كورك. يبقى الكورك سيل الديبوزيشن بالسيوبرين فروم انسايد ليفنج ولا نون ليفنج؟ نون ليفنج، خلايا ميته. طب تعالى بقى نشوف العكس اللي احنا لسه شارحينه. وان رو اوف ادجيسنت باريل شيب بارينكايما انتي مين؟ قالت لي اي بي ديرمز اوف ليف او ستيم زي ما اتفقنا. طب وحضرتك دي عايزين نعمل لها ديبوزيشن، قالت لي اعمل ديبوزيشن يا مستر ابراهيم انت حر. قلت لها بقى اعمل له ديبوزيشن فروم اول بارتس، يعني فروم اول دايركشن زي السيبرين؟ قالت لا السيرفيس بس. قلت لها طب وطالما السيرفيس بس خد كيوتين، الخليه اللي تحت بتاعت الابيديرمس دي ليفنج يا معلم. يبقى ده الفرق الرئيسي بين كيوتين وسيوبرين. السيوبرين الديبوزيشن فروم انسايد، طب والخليه كده نون ليفنج زي مين؟ الكورك لاير. امال من بره بس اللي جوه دي لسه، يبقى ده تغلص سطحي زي ما بيقولوا كده، والخليه من هنا ليفنج. ربنا يبارك فيك. طيب بعد كده قلنا ده لسه في كمان كاسباريان ستريب، خلي بالك امتحانات ثانويه عامه. احنا قلنا دي روتير واتفقنا ان ما ينفعش يكون عليها حاجة اسمها كيوتين، طلع ان اكستنشن من الابيديرمال سيلز اهي، دي كده ابيديرمز ابيديرمز، وطلع من خلية سنجل سيل طلع منها اكستنشن، ان اكستنشن اوف ا سنجل سيل دي الابيديرمز. طب وحضرتك دي بقى خلايا الكورتكس، خلايا الكورتكس، خلايا الكورتكس، وقف يا معلم، اندو داخلي ديرمز بشرة، يبقى في ايبي خارجي بشرة، يبقى دي البشرة الخارجية، انما اندو البشرة الداخلية. طب يا مستر والبشرة الداخلية دي فيها حاجة؟ قال لي اه ده فيها حاجة اسمها كاسباريان ستريب. ايه كاسباريان؟ انت جواك ايه؟ قال لي في ديبوزيشن سيوبرين. قلت له كامل بقى من كل حتة زي الكورك؟ قال لي لا 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 لا، ده انا بعمل بس ايه؟ ريجوليشن باسج اوف ووتر. ساعتك الووتر بيمشي بطريقتين، يا اما من سيل وول لسيل وول يبقى ده كده امبيبيشن، من السيتوبلازم للسيتوبلازم عن طريق الفاكيول يبقى ده كده حضرتك اسمه اوسموسيس. طب
فحضرتك اول ما يعدي 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 عايزين نعمل له ريجوليشن لغايه ما يعدي لمين؟ للزايلم فيسلز. يبقى دور الكاسباريان ريجوليت مسج اوف ووتر ثرو روت سيلز انتل ات ريتش زايلم، بينظم مرور الميه والاملاح لغايه ما توصل للزايلم، وهنحل عليه وتفهمه دلوقتي ان شاء الله. الخلاصه بتاعت الاستراكشرال بيرمننت ولا تمبرري؟ ايوه عم رد عليا، ربنا يجزيك خير. بيرمننت. طيب ليه؟ بتعمل ايه؟ ديبوزيشن على مين؟ على السيلول. بكم سبستانسز؟ اربعه، ربنا يبارك لك. سيلولوز، لجنين، كيوتين، سيبرين. مش ملاحظ حاجه؟ مين الوحيد البرميابل؟ السيلولوز، الله يبارك لك. امال اللجنين والكيوتين والسيبرين امبرميابل، بس ما تغلطش. مين اللي بيعمل هاردنس او بيخلي البلانت سيلز بيكام سترونجر، قويه؟ اتنين، سيلولوز والجنين. اما الامبرميابل تو ريديوس لوس اوف ووتر عندك اتنين، الكيوتين والسيوبرين. طب ايه الفرق بين ده وده؟ السيوبرين ده بيكون فروم انسايد وبيكون سراوندد للسيتوبلازم فالخليه ماتت، اما الكيوتين فروم اوتسايد على السيرفيس بتاع الابيديرمز تو ريديوس لوس اوف ووتر فالخليه ليفنج وبيبقى فيها فيسيولوجيكال. اما بتاعت الكوركلير بيبقى فيها مين؟ ستراكشرال بس. طب تعالى نشوفهم كده، يلا بينا. اول ماده كيوتين على مين؟ ابيديرمز. بتاعت مين؟ الليف او الستيم، ما ينفعش الروت. طب والسيوبرين؟ امبرميابل كورك فروم انسايد، عشان كده نون ليفنج. طب والسيلوز واللجنين؟ هلا مستر كولينكايما، لا سيلوز بس. طب والسكيلرينكايما؟ لجنين ان اديشن تو سيلوز. امثله السكيلرينكايما فايبرز وستون سيلز. طب وحضرتك سيلوز ولجنين ميك ذا سيل، مهم جدا تشوز في ثالثه ثانوي، بيكام سترونجر. كله تمام. تعال بقى نجيب سمري كله. سبورت ان سام بلانتس، احنا اتفقنا ان عندنا ممكن بعض الخلايا فيها فيسيولوجيكال بس، وفي بعض الخلايا فيها فيسيولوجيكال وستراكشرال، وفي بعض الخلايا استراكشرال بس. الفيسيولوجيكال تمبرري، مؤقته، تعتمد على الميه، تمام، اكتساب او فقد. طب امال الاستراكشرال دي بيرمننت، اصل ده ترصيب ما ينفعش اشيله، يعني بعد ما انت بترصب النبات بيترصب على السيلول سيلوز او لجنين او سيبرين او كيوتين، ينفع اشيله تاني؟ لا، ده حاجه ثابته. طب حضرتك دلوقتي بارينكايما عارفها ليفنج، مفيش ديبوزيشن، عشان كده مفيش استراكشرال. طب تعالى كده، دي مين؟ ده الابيديرمز. الرسومات حضرتك لازم تبقى عارف كل حاجه عليها كيوتين. طب والكيوتين ده خلاها فيها ايه؟ فيسيولوجيكال. طب وحضرتك السيل بتاعتي الليف ابيديرمز او الستيم، ودي خلايا عليها كيوتين امبرميابل. طب امال حضرتك دي مين؟ دي كولينكايما، الخلايا مالها؟ قال لي فيها سيلولوز، يبقى ده ديبوزيشن استراكشرال. طب والليفنج بتدخل الميه جوه الفاكيول، يبقى فيسيولوجيكال، ودي ليفنج ما ينفعش تكون اصلا نون ليفنج لان فيها فيسيولوجيكال وكمان فيها ديبوزيشن، سيلوز امير بيرميبل، جميل. امال حضرتك استراكشرال بس؟ ايوه الكورك، بالله عليك فاكر الكورك كده، السيبرين منين؟ قال لي فروم انسايد، ايوه كده. طب وده نون ليفنج؟ ايوه ما هو ميت خلاص. طيب وده السيبرين؟ ايوه ده هو ام بيرميبل. اما السكيلرين قايمه، ده السكيلرين قايمه سيلز فيها مثالين فايبرز وستون سيلز، وطبعا اللجنين فروم انسايد وبرده نون ليفنج، وفيها اللجنين برده ام بيرميبل. يبقى عندك اربع مواد اترصبوا، كيوتين، سيلولوز، سيوبرين، لجنين. ثلاثة امبرميابل، الكيوتين امبرميابل، سيوبرين امبرميابل، لجنين امبرميابل، اما السيلولوز هو البرميابل. تعالى بقى نشوف برضو بطريقة تانية السايت اوف ديبوزيشن لكل واحد ونوع السبورت. حبيب قلبك مين؟ السيلولوز. طب وده بيكون السايت اوف ديبوزيشن، مكان ترصيبه سيلولوز فروم اوتسايد، جميل. زي مين؟ او لسه اقول كولينكايما، او كولينكايما معلش هزهقك شويه لغايه ما نثبت المعلومه، اهو اهو كولينكايما، يبقى الترصيب من بره. طب والبرميابيلتي تو ووتر، ده راجل طيب برميابل منفذ. طب اهميته سيلولوز والجنين بروفايد ذا سيل وول ويز سترينث، بس معاه ايه؟ الاستيسيتي، الاستيك زي الاستيك. قلنا زي مين؟ ليف بيتيول عنق الورقه بارسل ستيم.
طب واللجنين اللجنين؟ قال لي سيل وول فروم انسايد. ايه لجنين؟ انت رحت فين في السكيلرين قايمه؟ قلت لك من جوه اهو. طب والسكيلرين قايمه دي نون ليفنج، ما انت حوطت على البروتوبلازم بماده امبرميبل فايبرز وستون سيل. طب والبرميبيليتي للميه؟ امبرميبل مين يا عم؟ امبرميبل مفيش ميه. طب وبروفايد ذا سيل ويز استرينس، بس معاها هاردنس. يبقى الاسترينس والهاردنس اتنين، سيلوز ولجنين. امال مستر الكيوتين؟ قال لي لا، ده راجل امين بيبقى على السيرفس بتاع الابيديرمس. اني ابيديرمس؟ قال لي اتنين. والله الليفز شغال، الستيم حبايب. طب والروت؟ قال لي لا، مفيش حاجه اسمها روت هير يكون عليها الكيوتين. طب وايه برميبيليتي؟ لا 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 لا، ده راجل امبرميبل مفيش ميه. بريفنت ذا باسج اوف ووتر فروم ذا سيل. امال السيوبرين ده حبيبي؟ ده السيل وولز فروم انسايد، رسمناها كده وقلنا ان دوت كده السيوبرين فروم انسايد. زي مين؟ كورك سيلز. نوعه ايه؟ راجل غشيم امبرميبل بريفنت. شوفوا الجمله دي، يبقى الاثنين دول بتوع اللوس اوف ووتر، يبقى بريفنت باسج اوف ووتر فروم ذا ايه؟ فروم ذا سيلز. يبقى كده خلصنا. سواء انت عايز الخليه بنوع الديبوزيشن موجود فين وسماحه للميه ايه وفايدته ايه، او سعادتك احنا خدنا مين فيسيولوجيكال ومين فيسيولوجيكال وستراكشر ومين استراكشر، نحل مع بعض سؤالين كده خفاف ان شاء الله. Study the opposite graph that illustrates the amount of substances that are present in some plant cell walls. What are the cells that expresses stone cells؟ ايه ده؟ خلايا حجرية؟ اه عارفها، دي نوع من انواع سكيلرين قايمة. الله، طب والسكيلرين قايمة دي كان فيها ديبوزيشن؟ اه. انت مين؟ قال لي انا لجنين من جوه. قلت له ان اديشن تو مين؟ قال لي سيليلوز. تعال نشوف هو عايز ايه. جايب لي سيوبرين سيليلوز كيوتين لجنين. ادي الخلايا وادي الاماونت اوف سبستانس. احنا اتفقنا هندور على مين؟ اللجنين والسيليلوز. طب سيوبرين ماليش علاقه بيه. طيب كيوتين مش حبيبي، انا عايز اتنين، سيليلوز ولجنين. نبص على اول ايه؟ اول حاجه فيها ازرقه. اه ده مين ده؟ ده سيليلوز حبيبنا. اه انا عايز سيليلوز. بس فيها احمرة سيوبرين، لا مش عايزك، يبقى انت مش تبعنا. طيب بي فيها كولم ايه؟ سيليلوز بس. قال لي لا، ده انا عايز اتنين، سيليلوز ولجنين، يبقى دي ناقصه ما تنفعش. طيب فيها ازرقه. اه ده مين الازرقه ده؟ ده سيليلوز. حلو، سيليلوز ده انا عايزه. طب وفيها مين اخضره؟ ده لجنين، الاخضر ده لجنين. يبقى احنا عايزين الاثنين دول يا مستر ابراهيم. يبقى الاجابه لتر سي. بالله عليك لما تيجي رايح بقى للي تشوز شوف ليتر سي فين. والله ممكن يعملوه، انت عارف ان هم بيعزونا جدا في الثانويه العامه، ممكن يعملوا عند ليتر دي. لا، يبقى الاجابه كولم سي وهو ده. انا بدور على ده. طب ده سي عند سي مش مشكله، ممكن يبقى سي في، انا ايش دعوه، انا بدور على الكولم سي. تبقى الاجابه ليتر سي. السؤال الثاني، The opposite figure shows a living cell، خلايا حيه، in root plant root. Which area of this cell contains physiological support only؟ دعامة فسيولوجية. ايه الخلية دي فيها ايه؟ ده فيها كاسبيريان ستريب. ايه ده؟ ده انا لسه قايله لك، كاسبيريان ستريب في الروت سيلز في الاندوديرمز فايدته ايه؟ ريجوليت باسج اوف ووتر. ده فيه سيوبرين، بس هل السيوبرين ده بيحوط الخليه كاملا من جوه زي كورك لير؟ لا. طب تعالى كده نشوف، هل كل الخليه دي فيها الانتاير سيل فيها كلها فيسيولوجيكال؟ لا طبعا. ليه؟ لان الجزء دوت في استراكشر. طيب all the cell areas فيها physiological except Casparian اللي فيه سيوبرين وده يعتبر structural؟ اه الجملة دي كده صحيحة. طيب كاسبيريان ستريب، ده كاسبيريان ستريب دوت في سيوبرين امبرميبل وهو ده يعتبر استراكشرال، وهو بيسالني على فيسيولوجيكال، يبقى دي مش مظبوطه. طيب السيل وولز اونلي، الجذر الخلويه بس اللي فيها سيوبرين؟ لا ما تعتبرش. تبقى الاجابه لتر بي. بكده بفضل الله سبحانه وتعالى
نكون حاولنا ان احنا نفكركم بالاستراكشرال سبورت، دعامة دائمة بتعتمد على ترصيب المواد الصلبة زي السيلوز واللجنين والكيوتين والسيوبرين وعلى الجدار الخلوي أو بعض أجزاء منه، وفهمنا كل واحد بيبقى مكانه فين وبيأدي الأنهي سبورت فيسيولوجيكال ولا استراكشرال ولا فيسيولوجيكال واستراكشرال، وبإذن الله تكونوا موفقين ومعاكم بإذن الله في حل كتاب التفوق، وربنا وفقكم. نحبكم في الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.